نحن في هذه الأيام الفضيلة نحتاج إلى بعض النصح والتوجيه من معاليكم أيضا فيما يتعلق بصيام يوم عرفة وفضله وما ينبغي من الأعمال فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون مباركا ومفيدا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. آمين. أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والسامعين والمستمعين، أحييهم تحية مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. آمين. كما جمعنا عبر هذا اللقاء. آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. إخواني، نحن في هذه الأيام في أيام هي أفضل أيام السنة كل سنة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه: خير الأعمال ما كان في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وفي نفس الأمر هذه الأيام أولا فيها أيام ذكر وتكبير وتحميد وتهليل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الأيام يوم عرفة، وهو من أعظم يوم من أيام السنة، فيه يتنزل الرب سبحانه وتعالى ويتنزل رحماته، ويقول سبحانه وتعالى حينما يباهي بعباده ملائكته: أتوني شعثا غبرا، ما ترون أني فاعل مشهدكم أني غافر لهم ولمن شفعوا فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجر هذا اليوم. فعلينا يا إخواننا أن نغتنم هذا اليوم المبارك في أعمال خيرية، في صلاة، وفي تلاوة كتاب الله، وفي صدقات، وفي كثير من ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره، وفي الخضوع والتذلل والخنوع له سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نغتنم هذه المواسم الخيرية. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأوجد لنا من مواسم الخير ما تتضاعف فيه الأعمال، سواء كان العمل في مكان معين أو كان في وقت معين. والله سبحانه وتعالى أوجد لنا من الفرص ما تتضاعف فيه أعمالنا وما يتضاعف فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى في حال قبوله. فعلينا أن نخلص الإيمان لله، علينا أن نعنى بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة الذي قال سبحانه وتعالى، الذي قال سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم في شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعلينا أن نري الله من أعمالنا ما نسعد به عند ربنا. علينا أن يكون لدينا من الحضور والعبادة وإخلاصها لله والاعتراف بفضله ونعمه وآلائه الجسيمة، الاعتراف باستحقاقه العبودية، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لها وحده لا شريك له. أن نخلص له العبادة، أن نخلص له الخضوع، أن نعلم أن لا مانع، أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع،
أنه هو العلي العظيم، وأنه رب السماوات ورب الأرض، وأنه غافر الذنب وقابل التوب. علينا أن نغتنم هذه الأيام التي تمضي كمضي الوقت، فعلينا أن نغتنمها وأن نعمل فيها ما يكون لنا شاهدا فيها عند ربنا. علينا أيها الإخوة ألا نفرط في هذه الحياة، فما هذه الحياة الدنيا إلا مزرعة للآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن عباده الذين الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم ويشهد ملائكته أنه غفر لهم. نسأله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد وحسن الختام إنه ولي ذلك. وننتقل إلى ما لدى إخواننا من أسئلة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالإجابة الصحيحة، والله المستعان. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على هذه النصيحة.